يوم جميل، بس انا حابب قبل ما ابدا كلامي حابب اشكر مجلس الاداره ان هو شرفني وكرمني ان انا اكون جزء من اعداد اللائحه، من اول لجنه الصياغه وبعد كده اللجنه المركزيه المسؤوله عن التواصل مع الاعضاء، وان احنا نبدا نتحرك مع الاعضاء ونبدا نعمل لائحه بشكل مختلف تماما، لائحه شارك فيها الجميع. كل الناس شاركت في اللائحه، كل الناس كانت حابه تشارك في اللائحه، خصوصا لما عرفت ان رايها مؤثر وان كل اللي بيبعتوه بيتم تعديله وبيتم دراسته بشكل جيد. الحمد لله خرجنا بلائحة يعني عليها إجماع بشكل كبير. إن شاء الله عندنا يوم 28 نتمنى بقى يعني إن إحنا زي ما النادي الأهلي طول عمره رقم واحد، نتمنى إن إحنا يوميها نبقى رقم واحد. النادي الأهلي لا يليق بيه إن هو يستمر بلائحة استرشادية، عايزين يوميها نشوف عدد ضخم. أنا عندي ثقة غير طبيعية في أعضاء الجمعية العمومية، وإن شاء الله هنشوف يوم يعني حاشد. الحمد لله.